قدمت تحيه جديد اجدد الترحاب بكل الساده مشاهدينا الكرام بكل متابعينا الاوفياء والاعزاء لقناه الشعب شوف تي في اينما كنتم داخل او خارج ارض الوطن مباشره من مدينه بني ملال فالبد المباشر الجديد في هذه الجوله الليليه اجواء بارده طقس بارد جدا مشاهدينا متابعينا الكرام 16 درجه مئويه اللي كتسجل بعد 9:30 ليلا كانت مسجله بعد زوال اليوم 23 درجة مئوية كأعلى مقياس في الحرارة ذلك يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة تنخفض وتوصل إلى 8 درجات مئوية بالمساء والليل وصباح صبيحة يوم غد الثلاثاء إن شاء الله تعالى أجواء باردة طقس بارد نسبة الرطوبة كتوصل إلى 41% وسرعة الرياح كتجاوز 9 كيلومترات في الساعة بعد 9:30 ليلا قبل 11 ليلا بخمس دقائق أجواء استثنائية باردة ومثيرة في نفس الوقت لأنه برودة الطقس عادت من جديد لتسيطر على المنطقة بني ملال وضواحيها تعرف منذ ليلة أمس ليلة رأس السنة برودة شديدة اللي خلات أن حتى الاحتفالات بليلة رأس السنة يوم أمس كانت أجواء غريبة جدا يعني بعد 9:30 ليلا تقريبا أو قبلها يعني بعد 9 ليلا كل شيء خل دارو بطبيعة الحال برودة ديال الطقس الشديدة خلات أن الأجواء تبقى باردة وأن الساكنة والملالين ولاو كيدخلوا لديورهم بكري هنا ذلك اليوم نفس الأجواء تقريبا كنعيشها قبل 10 ليلا بثلاث دقائق أجواء باردة طقس بارد بارد جدا هنا بسفوح ومرتفعات الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ذلك بهضاب الفوسفات بخريبقة كذلك بسهل تادلة و بكل السهول المنخفضة هنا بطبيعة الحال وكذلك المرتفعات الجبلية اللي كتعرف واحد التدني واحد التسجيل ديال التدني وانخفاض ملموس وشديد في درجات الحرارة اللي كتوصل في بعض الأحيان إلى ما دون الصفر درجات تحت الصفر خصوصا في مناطق جبال أزلال كذلك بجبال خنيفرة المناطق الجبلية كلها باردة وباردة جدا كذلك حتى المدن الرئيسية في جهة بني ملال وخريبقة فهي مدن باردة جدا كبقية وسائر مدن الداخلية للمملكة المغربية الشريفة وبطبيعة الحال أجواء باردة استثنائية برودة في الطقس تسيطر على المنطقة على المكان هنا لنفس الأجواء التي تسود في مختلف عموم مدن الجهة الرئيسية كما هو الحال والشأن بمدن قصب التادلة أبي الجعد وتزم خريبقة خنيفرة لفقيع بن صالح أظلال من أجواء تشعرف واحد البرودة شديدة في الطقس دائما في الصباح والليل مع
ارتفاع تسجيل ارتفاع نسبي طفيف في درجات الحرارة إلى حد الاعتدال وسط النهار، دائما بين 20 درجة 23 درجة مئوية كأعلى مقياس وسط النهار وبعد الزوال. إذا متابعي قناة الشرق قناة شوف تي في، هذه الأجواء هنا أجواء ليلية باردة، الشوارع بدأت كتخوى، حركة سير وجولان خفيفة، برودة شديدة في الطقس في الأحوال الجوية تساعد المواطنين على الدخول لمنازلهم، تساعد المواطنين للدخول إلى منازلهم قبل 9 ليلا، أو عامل مساعد على النوم بطبيعة الحال. نوم قلك الفياق بكري بالذهب مشري، إلى نعسنا بكري غادي نفيقوا بكري. بطبيعة الحال هذا مثال سائد في مجتمعنا في ثقافتنا وهويتنا. دنات هي الأجواء العامة متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريقة المؤدية إلى مدينة مراكش، الطريقة الوطنية رقم 8. وعليكم السلام وزاني ميلود، شكرا لك، تحياتي لكم وحيكم من الناظور يوسف بن يوسف، شكرا خويا يوسف من الناظور، تحية لكل الناظوريين حسيمة، كل الشماليين المطلين على الواجهة ديال الأطلس، بحر الأبيض المتوسط، كذلك جبال الأطلس الشامخة، تحية الناس بني ملال ميلانيستا، شكرا. كذلك ما نساوش واحد التحية كبيرة للجالية المغربية، أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. هم كثر أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج يتابعوننا من أكثر من بلد أوروبي، من أمريكا، من أستراليا، من الصين، ومن كوريا، ومن الولايات المتحدة الأمريكية. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، كثر متابعينا، كثر في كل بقاع المعمور، محبينا كذلك متواجدين حتى في إفريقيا، في أبيجان، كذلك في دار السلام بتنزانيا، المغاربة منتشرون بطبيعة الحال في كل بقاع المعمور. فين ما غتمشي لشي بلاد غتلقى مغربي أو مغربية، سفير فوق العادة يشرف المغرب بطبيعة الحال في كل البلدان ديال العالم، في كل بقاع المعمور يتواجد المغاربة، تتواجد الثقافة المغربية راية البلد، كذلك تراثنا الجميل المتنوع والغني. بطبيعة الحال مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، متابعونا كثر، متابعينا كثر يتواجدون في كل بقاع المعمور، يتواجدون في كل المراكز، في كل المدن الأوروبية، في كل العواصم، من باريس إلى مدريد إلى لشبونة حتى برلين بأمستردام. متابعينا كثر، تحية لكل السادة المشاهدين الكرام، لكل من التحق بي في هذا البث المباشر الحصري لقناة الشعب قناة شوف تي في، من هنا من مدينة بني ملال، جوهرة وعروس الأطلس المتوسط، مدينة الخضرة والمياه، مدينة الطبيعة الخلابة، مدينة عين سردون وقصر عين سردون التاريخي والأثري. متابعينا كثر بطبيعة الحال في كل بلدان المعمور، من سيدي جابر ضواحي بني ملال،
مرحبا عزيز الحمام خال ابو سكار عبد الكبير حشلوفي من ايت ملول الادريسي محمد، مرحبا من سيدي جابر من سوق السبت ولاد النمة من الدار البيضاء من العاصمة الاقتصادية للمملكة من الرباط من العاصمة الإدارية من أكادير العاصمة السوسية من كل بقاع المدن المغربية. وبطبيعة الحال مشاهدي قناة الشعب قناة شو تي في قناة الشعب مرآة للواقع. مكرهتش ان تعطوني في تعليقات من اين تتابعون معي هذا البث المباشر. انا كنحييكم من مدينة بني ملال، تحياتي لكم جميعا من جوهرة الاطلس المتوسط عاصمة جهة بني ملال الخنفرة مدينة بني ملال من اين ستردون التحية. ولا غادي نقول لكم منين مكونيكتين معايا او منين كتشوفوا معايا هذا البث المباشر. فبطبيعة الحال غادي تعطوني في تعليقات كيف هي الاجواء عندكم في المدن ديالكم وكذلك في المناطق اللي كتتابعونا او كتشاهدونا منها. وهنا من مدينة بني ملال الاجواء جد باردة. وعليكم السلام اخي اسماعيل من مارتيل، يلا اعطوني في التعليقات. نتمنى انه التعليقات تكون فيها جميع المدن المغربية، ونتمنى الناس ديال الصحراء المغربية كذلك يعطونا من اي مدينة في الصحراء المغربية. وانا كنعرفهم باللي كتر هنا في قناة الشعب قناة شوف تي في. من تاوريرت سيدي جابر مارتيل تاوريرت زيد مازال بزاف ديال المدن ما بانوش. فين الناس ديال المكناس؟ في قيبن صالح ولا في قيبن صالح محمد؟ الناس ديال فاس مكناس واقيلا ما معاناش. نشوف من اين ستردون لي التحية. تحية من مدينة بني ملال من جوهرة وعروس الاطلس المتوسط من آزلال جهة بني ملال الخنفرة. تسيطر الآن على هذا البث المباشر المتابعين ديالنا كتر من جهة بني ملال الخنفرة، سيطرة مطلقة من آزلال من الفقيه بن صالح من سيدي جابر. بدات كتدخل العطاوية برشلونة زيد مازال نشوف شكون هي المدينة أو الجهة المسيطرة اللي كيتفرجوا معايا في هذا البث المباشر اللي كيشاهدوا معايا هذا البث المباشر الحصري بطبيعة الحال لقناة الشعب قناة شوف تي في. من مرير جهة بني ملال الخنيفرة مازال السيطرة ديال جهة بني ملال الخنيفرة هي السائدة، سيطرة مطلقة لجهة بني ملال الخنيفرة. شفت جميع مدن الجهة تقريبا، ولكن ما بليش مدن ديال الشمال لحد الساعة. مدن فاس مكناس أين أنتم؟ أين أنتم يا ساكنة فاس يا مكناس؟ حاجب أزرو إفران هذه معمرة ببنت على ما اظن ما تتابعنا حتى واحد من افران. واش ما كاينينش الناس ديال افران هنايا؟ كاينينش الناس ديال افران؟ انا ما عمرني في حياتي عيط عليه شي واحد من افران قال لي السلام عليكم انا من افران. هذه حتى هي عجيبه. تاونات شوفوا السيطره ولات للجنوب مكناس، تاونات ايت ملول السيطره ما بقاتش عند جهه بني ملال الخنيفره. من وجده انا الناس ديال الشرق قلميمه طنجه هما بداو الشماليين كيبانو. دابا الشماليين بداو كيظهروا بداو كيبانو. واخا افران ما فيهاش الريزو؟ لا فيها كاين الريزو سويسرا المغرب، كانت فيها افضل الاحتفالات على ما اظن بسهره راس السنه وليله راس السنه العطاويه. طنجه لان الناس ديال الشمال ولاو كيبانو بزاف اكثر. هادي تطوان مارتيل طنجه سيطرة مطلقة شمالية. غنمشيو معاكم في التحدي نشوفو شكون هي الجهة المسيطرة والجهة اللي غادي تسيطر في تعليقات بطبيعة الحال.
اخي طارق متحي لك من ايطاليا. عبد الرحيم شكرا. بني عياض اقليم ازيلال، بني عياض باقليم ازيلال 25 كيلومتر على بني ملال تقريبا، ناظور الحسيمة. هي سيطرة شمالية الان، نشوف واش غتغير المعادلة. ممكن تغير المعادلة، تنظن انه النازل جات بني ملال خنفرة هما اللي كانوا سائدين في التعليقات في الاول ديال هذا البث المباشر. ازيلال ها هي بدات كترجع، هذه بني ملال اخي الكريم، تاونات لمدينه بني ملال، جوهره الاطلس المتوسط، عروس الاطلس المتوسط، تاونات. شكرا اخ عبد الرحيم، اك عزيز حتى انت اخويا، كاع انتم عزاز من ايطاليا، من اسبانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من هولندا. انا كنقلب غير على الناس ديال افران، فين هما؟ ما كاينش افران والو، قال لك ما عندهمش الريزو. شفشاون سيطرة شمالية الان، شفشاون شفشاون اين انتم يا افران؟ اليوم غنبقى معكم، تيجيو الناس ديال افران ولا بدا يبان لنا شي واحد من افران؟ ولا بدا ولا بدا، ما تقولوش لي ما كاينش افران في الريزو. فاس ها هو بداو تيبانو، فاس مكناس اسبانيا ها ساراغوسا، مرحبا تحية لكل ساراغوسا. طريق واش افران بصح ولا تلقى علينا؟ هادي ما هي. شكرا موزا صفرو، اي موزا كندر صفرو الحاجب. البرد شفيق البرد، حتى هنا الموت ديال البرد، ولكن الحمد لله على كل حال من الاحوال اخي الكريم، الحمد والشكر لله على كل الاحوال. عبد اللطيف شفيق، فاطمه مكناس، خالد مراكش، مراكش كانوا غابرين هادو، ما عرفتش يمكن لا راس العام قدا فيهم مراكشيين. كانت القضيه عندهم مزيانه البارح في جامع الفناء، هنا كثر. سيدي خيار، انا خويا عبدو في بني ملال، مدينه بني ملال مدينه مغربيه وسط المملكه المغربيه الشريفه، جوهرة وعروس الأطلس المتوسط، تبعد على الدار البيضاء 230 كيلومتر، على مدينة مراكش 210 كيلومترات، جات في المحور ديال فاس بني ملال مراكش، وهي عاصمة جهة بني ملال خنيفرة. الحدود ديال الترابي كيوصل إلى مدينة خريبكة، وكيوصل إلى مدينة خنيفرة، وكيوصل إلى مدينة أزيلال. معروفة مدينة بني ملال بمدينة عين سردون، مدينة الجبال، ويا الغادي لبني ملال ديرني في البال. جميلة محمدية، محمدية يلاه جا واحد من قبايلة، 20 دقيقة يلاه جا واحد محمدية حتى هي واقيلة، كانوا سهرانين البارح يمكن، منين بان غير واحد كانوا سهرانين يمكن، كانوا محتفلين مزيان، هذه احتفالية كانت كبيرة في المحمدية. تحياتي لك عبد اللطيف شفيق، تحياتي لك خويا العزيز، لكل السادة المشاهدين الكرام، لكل متابعينا الأوفياء والأعزاء بدون استثناء طبعا. تحية لكل من يشاهد قناة الشعب، قناة شوف تي في، في أي مدينة مغربية، في أي دولة أوروبية، أو في كل بقاع المعمور. قريب نزورها، مرحبا مرحبا بزيارتك الاخ عبد اللطيف شفيق، تحياتي لك. اذا مازال معكم متابعي قناه الشعب، قناه شوف تي في من هنا، مازال بغيت التعليقات ديالكم. شوف اي جهه او اي مدينه مسيطره، وعليكم السلام امين. يلا اللي اعطاني تعليق نعطيه التحيه في تعليق. سيدي بن نور، كانوا غابرين سيدي بن نور حتى هما، يلا واحد. كانت حفلات كثيره بطبيعه الحال، راس السنه الميلاديه، حفل رأس السنة أو الاحتفال برأس السنة الميلادية تيكونوا حفلات كثر،
كاين اللي تيمشي لدارو مع وليداتو، كاين اللي كيمشي يتجمع مع العائلة ديالو، كل يحتفل حسب هواه. سيدي بنور موح أوركية، موح أرقية، تحياتي لك خويا موح، من أين تتابعنا؟ وطاط الحاج. ما شاء الله بني ملال عجيبة أخي العزيز، بني ملال مدينة الجبال، مدينة المياه العذبة، مدينة العيون الطبيعية، السواقي، مدينة الخضرة والمياه. منطقة بني ملال أو جهة بني ملال خنيفرة أكبر مخزون مائي في إفريقيا، هذا بشهادة الخبراء، بتصنيف الخبراء الدوليين، ماشي حتى الوطنيين، الدوليين، لأنه مدن بني ملال خنيفرة فيها عيون طبيعية، فيها شلالات أزود، عيون ومنابع أشرح، عيون ومنابع عين أسردون، واللائحة طويلة. أينما وليت نفسك ستجد عينا من الماء تخرج من الأرض، من تحت الجبال، وسبحان الله في خلقه شؤون، وجعلنا من الماء كل شيء حي. من البيضاء، من المحمدية السامية، من سيدي بنور، الله يرحمنا بالشتاء، اللهم آمين، الله يرحمنا بالشتاء، اللهم آمين، بالرحمة والمغفرة دائما ندعو في الدنيا قبل الآخرة، بالرحمة والمغفرة ندعو في الدنيا قبل الآخرة. بطبيعة الحال الشتاء مهم جدا، مياه الأمطار، أمطار الخير والبركة. الو بني ملال، واش نعسو ولا مازال؟ هادي تاهي واحد النويطه، واحد الاغنيه معروفه. تبارك الله عليك اخويا، تحيه منصف، مرحبا الاخ عبد الرحيم، الشكر كذلك موصول لك اخي العزيز، اخي الكريم، ولكل من يشرف المغاربه في كل بقاع المعمور، لافراد الجاليه المغربيه المقيمين بالخارج، سفراء المغرب فوق العادة يشرفنا ببلدنا العزيز، يبعثون ما تيسر من أموال لأقربائهم بطبيعة الحال، يساهمون كثيرا كثيرا في اقتصاد المملكة برصيد مهم من العملة الصعبة. من بني ملال أمين، مرحبا، هذا الملال رقم واحد اللي بان عندي هنا، لكن آزل الكبير. تحية من السراغنة، قلعة السراغنة كذلك، تحياتنا لكل سكان قلعة السراغنة، للأخ سعيد زميلنا في قلعة السراغنة كذلك. مازال معكم مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، دائما في هذا البث المباشر الحصري لقناة الشعب، قناة شوف تيفي، من هنا من جوهرة عروس الأطلس المتوسط. سلام خويا، بغيناك واحد ميساج من فمودي، مرحبا بكل ساكنة فمودي، الأخ صلاح، الطفيات، ياسين أوفيسيال، تحية من الدخلة، الناس ديال الدخلة، مدن الصحراء المغربية العزيزة بطبيعة الحال. أنا واخا البرد نمشي معكم مازال، واخا برودة الطقس شديدة هنا، ما عندكش الجاكيت او الكبوت، انا مشيتي فيها قضية باردة مزيان. اذا مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، كيف ماشنا الاجواء هنا؟ اجواء باردة
عروس والجوهرة الأطلس المتوسط مدينة بني ملال. إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق. دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أمسيتكم وليلتكم سعيدة، وإلى اللقاء.